رسول الله كأنك تنظر إليه وتراه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خصائص انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسراء والمعراج. ومما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزة الإسراء والمعراج، فقد أسري به ببدنه وروحه يقظة من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، وهو بيت المقدس بإيليا في جنح الليل، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل، ورجع مكة من ليلته. وأكرم صلى الله عليه وسلم في هذه الآية العظيمة بكرامات كثيرة، منها رؤيته ربه عز وجل بلا شكل ولا صورة ولا هيئة ولا كيفية، وفرضت الصلوات عليه، وما رأى من آيات ربه وإمامته للأنبياء في بيت المقدس، فدل ذلك على أنه هو الإمام الأعظم والريس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السبح في اللغة معناه التباعد، ومعنى سبحان الله تنزه الله عن مشابهة الخلق بأي وجه من الوجوه. والإسراء هو السير ليلا، فالإسراء والمعراج حصلا في جزء من ليلة واحدة، والمسجد الحرام سمي بذلك لحرمته وللأحكام الخاصة به، منها مضاعفة أجر الصلاة فيها أضعافا كثيرة، ووجوده في مكة أفضل بقاع الأرض، وتحريم صيد البر في الحرم. والمسجد الأقصى سمي بذلك لبعده عن المسجد الحرام، وكلاهما بناهما آدم عليه السلام، بنى الكعبة أولا ثم بعد 40 سنة بنى المسجد الأقصى، وسماه الله مسجدا للدلالة على أنه عمل كسائر أماكن عبادة المسلمين أتباع كل الأنبياء لعبادة الله الواحد يصلى فيه الصلاة التي يسجد فيها المسلم لله. وقوله تعالى باركنا حوله معناه أن أرض الشام أرض مباركة، فقد ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: هناك الزلازل والفتن، هناك يطلع قرن الشيطان. فأرض الشام مباركة، وفلسطين التي فيها المسجد الأقصى من الشام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.